يقول أفيدكم أنني قد حجيت مفردا وقد أكملت الحج، وعندما رميت جمرة العقبة وحلقت رجعت وفسخت الإحرام وهو يوم العيد ومعي زوجتي، وقد رفضت معه في الليل، يعني جامعته. في الحقيقة كتابة الأخ رديئة جدا، لكنه يقول لي إنه جامع زوجته، ويقول وأنا والله ثم والله لم أعلم أنه يفسد الحج، وأنا جاهل في هذا الكلام، وأنا أول مرة أحج ومعي زوجتي، وأني حجيت عام 1399، فما حكم حجها؟ حكم حجه صحيح ولا شيء عليه ما دام جاهلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول سبحانه وتعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فكل هذه الآيات وكثير من النصوص سواها يدل على أن فاعل المحظور إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وعلى هذا نقول للرجل لا تعد لمثل ما فعل. يقول فيها أنه في عام من الأعوام حج إلى بيت الله الحرام، لكنه بات قبل أن يصل إلى مكة المكرمة فجامع زوجته، فما الذي يترتب على هذا بالتفصيل؟ يقول لأنه في عام من الأعوام الماضية حج إلى بيت الله الحرام، لكنه بعد أن أحرم وقبل أن يصل إلى مكة بات هو وزوجته فحصل بينهما الجماع، فما الذي يترتب عليه بالتفصيل؟ علما يقول أنني قد ذبحت شاة العام الماضي، وحيث أنني قد نويت أو أنوي الحج هذا العام، أرجو أن أكون على بينة من أمر. نقول إذا كنت جاهلا أن هذا العمل محرم أنت وزوجتك فلا شيء عليكما وحجكما صحيح ولا فدية، وإذا كنت تعلم أنت وزوجتك أن هذا محرم فإن النسك الذي وقع فيه الجماع يكون فاسدا، فإن كنتما متمتعين فقد فسدت عمرتكما ويجب عليكما أن تقضيا بدلها، وإن كنتما مفردين أو قارنين فقد فسد حجكما، والمفهوم أنكما مضيتما في الحج وأكملتماه فعليه يجب عليكما إعادة هذا الحج هذه السنة، ويجب على كل واحد منكما فدية وهي بدنة يذبحها كل واحد منكم بدنة وتتصدقون بها على الفقراء في الحرم أو في المكان الذي وقع منكما فيه هذه المخالفة. نعم. والله رجل واقع زوجته وهو محرم جهلا منه، ما الحكم الشرعي في نظركم شيخ محمد؟ هل هو محرم بحج ولا بعمرة؟ محرم بالحج. من المعلوم أن الجماع من محظورات الإحرام، بل هو أعظم محظورات الإحرام، قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث الجماع ومقدماته، فالجماع أعظم محظورات الإحرام، وإذا جامع الإنسان وهو محرم بالحج فإما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، فإن كان قبل التحلل الأول ترتب على جماعه أمور، أولا فساد النسك بحيث لا يجزئه عن نافلة ولا عن فريضة، ثانيا وجوب المضي فيه أي أنه مع فساده يكمل ويكمله، ويبقى هذا النسك الفاسد كالنسك الصحيح في جميع أحكامه، ثالثا القضاء من العام القادم، يجب عليه القضاء من العام القادم سواء كان ذلك الحج فريضة أم نافلة، أما إذا كان فريضة فوجوب القضاء ظاهر لأن الحج الذي جامع فيه لم تبرأ به ذمته، وأما إذا كان نافلة فلأن نافلة الحج يجب المضي فيها لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقد سمى الله تعالى الحج نذرا فقال هم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، بل قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فسمى الله تعالى التلبس بالحج فرضا، فلهذا قلنا إنه يجب عليه قضاء هذا الحج الفاسد سواء كان فرضا أو نفلا. الأمر الرابع مما يترتب عليه أنه يذبح بدنة كفارة عن فعله يوزعها على الفقراء، وإن ذبح عنها سبعا من الغنم فلا بأس، هذا حكم الجماع قبل التحلل الأول، أما إذا كان بعد التحلل الأول فإنه يترتب عليه فساد الإحرام فقط، وعليه شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره، أو يصوم ثلاثة أيام، يخير بين هذه الثلاثة إما شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام، ويجدد الإحرام فيذهب إلى أدنى الحل ويحرم منه
ليطوف طواف الإفاضة محرما. فإن قلت متى التحلل الأول، فالتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير. فإذا رمى الإنسان جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر فقد حل التحلل الأول، وحل من كل المحظورات إلا من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا الحديث دليل على أن الإحلال يليه الطواف بالبيت، وهو يقتضي أن يكون الحلق سابقا على الإحلال، كما قررناه قبل قليل بأن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد مع الحلق أو التقصير. فالجماع الذي قبل ذلك يترتب عليه الأمور الأربعة التي ذكرناها آنفا، والذي بعد ذلك يترتب عليه ما ذكرناه من فساد الإحرام دون النسك ووجوب فدية أو إطعام أو صيام. ولكن إذا كان هذا الإنسان جاهلا، بمعنى أنه لا يدري أن هذا الشيء حرام، فإنه لا شيء عليه، سواء كان ذلك قبل التحلل الأول أو بعده، لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ويقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولكن لو قال قائل إنه إذا كان هذا الرجل عالما بأن الجماع حرام في حال الإحرام، لكن لم يظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور، ولو ظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور ما فعله، فهل هذا عذر؟ فالجواب: لا، ليس هذا بعذر. العذر أن يكون الإنسان جاهلا بالحكم، لا يدري أن هذا الشيء حرام. وأما الجهل بما يترتب على الفعل فليس بعذر. ولذلك لو أن رجلا محصنا يعلم أن الزنا حرام وهو بالغ عاقل قد تمت شروط الإحصان في حقه لوجب عليه الرجم. لكن لو قال لنا: أنا لم أعلم أن الحد هو الرجم، ولو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت، قلنا له: هذا ليس بعذر، فعليك الرجم وإن كنت لا تدري ما عقوبة الزنا. ولهذا لما جاء الرجل الذي جامع في نهار رمضان يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجب عليه، ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أنه كان حين جماعه جاهلا بما يجب عليه. فدل ذلك على أن الإنسان إذا تجرأ على معصية وانتهك حرمات الله عز وجل ترتب عليه آثار تلك المعصية وإن كان لا يعلم بآثارها حين فعلها. نعم، بارك الله فيكم. الصيام الشيخ محمد هل هو في مكة أم عندما يرجع؟ الصيام في كل مكان، سواء في مكة أو في بلده. طيب، وسواء كان متتابعا أو متفرقا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.